وللحديث عن أزمة المياه في العراق بعد انخفاض مستويات المياه الواردة من دول الجوار لا سيما إيران، ينضم إلينا عبر سكايب من ستوكهولم المتخصص في شؤون المياه دكتور نظير عباس الأنصاري. أهلا بكم دكتور. أهلا وسهلا أختي. دكتور، تقول وزارة الموارد المائية أن انخفاض تصاريف المياه الواردة من إيران إلى العراق تسببت بأضرار كبيرة، كيف يمكن قراءة عودة أزمة شح المياه في العراق من جديد؟ أختي العزيزة، هذا الأمر مو جديد. إيران منذ فترة وتركيا أيضا تخطط لبناء سدود ونفذت قسم كبير من هذه السدود، مما أدى إلى بروز شحة المياه في العراق. فإيران مثلا قبل فترة حولت مجرى نهر الكارون إلى داخل إيران، اللي هو يمثل تصريفه 50% من تصاريف شط العرب، وبدأت تصعد مياه الخليج المالحة إلى مناطق لم تصل إليها سابقا في العراق. وإذا نلاحظ تقرير منظمة الأمم المتحدة وإحدى منظمات الأمم المتحدة اللي صدر قبل شهر تقريبا بهذا الخصوص، يتحدث التقرير عن رداءة وتملح المياه في نهري دجلة والفرات وشط العرب، وكذلك شحت هذه المياه نتيجة إنشاء السدود في إيران وتركيا. والسدين الأخيرين اللي تحدثت عنهم وزارة الموارد المائية قبل يومين، هذه يعني واحد من يعني جزء من 12 سد. وأيضا تقريركم تحدث عن تحويل الوديان الجانبية، وهذا شيء مو جديد أيضا، لكن المفروض أنه الدولة تقوم بإجراءات رادعة لمثل هذه الأمور. في هذا السياق دكتور، بالحديث عن دور الدولة، كيف يمكن للحكومة مواجهة هذه الأزمة المائية انطلاقا من الاتفاقيات التي تربط العراق بدول الجوار حول موضوع المياه بين دول المصب والمنبع؟ احنا عندنا تجربة مع تركيا تقريبا 50 سنة نتحاور وياهم على المياه، ما وصلنا النتيجة. أنا برأيي، وصار أكثر من 10 سنين أحكي بهذا الموضوع وأنشر وأتكلم بالمؤتمرات، التفاوض حول المياه وحدها لا يجدي نفعا لا مع تركيا ولا مع إيران. الاتفاق يجب أن يكون شامل. يعني شنو معناها شامل؟ يجب أن يضم الأمور السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية، ومن ضمنها المياه. بهذه الحالة من الممكن أن يكون هناك حافز لهذه الدول أن تجلس جديا وتفاوض العراق. أما عن المياه فقط فلا أعتقد سنصل إلى نتيجة. إحنا نستورد مليارات، مثل ما تقريركم هسه قبل شوية قال، من المواد الغذائية وغيرها من إيران وتركيا، هذه تهمهم. فلذلك إذا كانت المفاوضات تشمل الاقتصاد والسياسة والأمن ومن ضمنها المياه، راح نوصل إلى نتيجة. أما إذا نفاوض معهم على المياه، ما راح نوصل إلى أي نتيجة إطلاقا. دكتور، ما خطورة استمرار انخفاض مياه الأنهار في العراق؟ السببين رئيسيين. السبب الأول هو إنشاء السدود طبعا في تركيا وإيران. تركيا عندها مشروع الجاب معروف، هذا 22 سد و19 محطة لتوليد طاقة كهربائية، وإيران أيضا عندها مشاريعها اللي تكلمنا عنها قبل شوية. هذا شيء رئيسي. الشيء الآخر المهم هو التغير المناخي. منطقة الشرق الأوسط منطقة جافة إلى شبه جافة، وهي أكثر تأثرا بالتغير المناخي، وكل الدراسات تشير إلى أنه هذه المنطقة انخفاض معدلات هطول الأمطار فيها سيتراوح بين 15 إلى 30%، مما يؤدي إلى انخفاض تصاريف نهري دجلة والفرات وروافدهم بحدود 30 إلى 72% خلال هذا القرن، وهذه كميات كبيرة جدا. نعم. وتقارير الأمم المتحدة تشير إلى أن الوضع إذا استمر كما هو عليه ونفذت هذه الدول كل مشاريعها، ف
فسنة 2040 سيقع العراق في مشكلة كبيرة جدا بالنسبة إلى شح المياه، وتصل النقص يصل إلى 20 بليون متر مكعب سنويا، وهذا شيء مخيف جدا. دكتور، تحدثتم عن مشاريع لدول الجوار، لكن في العراق ما هي المشاريع اللازم إنشاؤها لمواجهة هذه الأزمة المائية، وربما بداية الحل ريثما يتم الاتفاق مع دول الجوار كما تفضلت؟ أنا برأيي أختي العزيزة أنه يجب أن تكون عندنا استراتيجية لإدارة المياه طويلة الأمد، بغض النظر عن من الوزير اللي يقود الوزارة أو من الحزب اللي يحكم أو من هي الجهة اللي تحكم. هذه المفروض مبنية على أسس واقعية وعلمية، يعني معناها أولاً نتيجة هاي الظروف اللي تكلمنا عنها قبل قليل يجب أن ننفذ كل السدود المقترحة، سد بخمة مثلا، سد بادوش وغيرها. زائدا يجب أن ننظر إلى المصادر غير التقليدية للمياه، هذه ضرورة كبيرة جدا، والمقصود بها هو تنقية المياه العادمة وإعادة استخدامها وعمليات الحصاد المائي. وعندنا دراسات كثيرة تشير إلى أن عمليات الحصاد المائي ممكن أن توفر لنا ملايين الأمتار المكعبة من المياه. الشيء الآخر اللي نحتاجه أيضا هو برنامج للتوعية الجماهيرية. المواطن ما يعرف شنو أهمية المياه وش دا يصير وشنو هو مستقبل شحة المياه، فيجب أن نبدي نوعي المواطن على كيفية الاقتصاد في استهلاك المياه. الشيء المهم الآخر أيضا، يجب تغيير جذري بأساليب الري المتبعة. أساليب الري الحالية اللي هي من قبل 6000 سنة نستعملها، هذه تؤدي إلى فقدان كبير جدا للمياه نتيجة التبخر أو الترشيح. فيجب أن نغير هذه التقنيات إلى التقنيات الحديثة اللي فواقدها المائية تكون بسيطة جدا. إذا اتبعنا مثل هذه الخطوات من الممكن أن نتغلب على مشكلة شحة المياه. شكرا جزيلا لكم دكتور نظير عباس الأنصاري المتخصص في شؤون المياه، كنتم معنا عبر سكايب من ستوكهولم.